أهلا وسهلا بكم في برنامج المجلة السعودية، معكم خادمكم الدكتور خالد الشمري. كنت أتكلم مع خويي وقال لي أننا لما نتناقش في أمور الحياة أو معتقداتنا نحاول أن ننصر وجهة نظرنا بكل قوتنا، أحيانا نخش مناقشات ما لها نهاية بس علشان نثبت وجهة نظرنا وترتفع أصواتنا. ولما يسألنا الناس ليش تسوي كده، نقول له أن اللي يهمنا فقط هو إثبات الحقيقة واللي هي وجهة نظرنا. هل أنا أخدع نفسي لما ندعي أني أملك الحقيقة الكاملة أو أنا أعرف جزء منها؟ النصرة المبالغ بها للآراء السياسية أو الفكرية نتيجة الاعتزاز بالنفس والتفاخر والتكبر، وكأني أقول للآخرين أنا أذكى منكم. كل هالأفكار نتيجة انحصاري في نفسي وعدم تفهم الآخرين اللي خلقهم ربنا وعطاهم العقل والإمكانيات الشخصية مثلنا، وأحيانا ما نعرف أننا نستخف بمعتقدات الآخرين وأفكارهم، وأحيانا نستهزئ بهم ونهينهم لأنهم مخالفين لنا. إذا كنا نحب الناس ليش ما نطلع ونتواضع ونسمع لوجهات نظرهم ونتعرف على خلق الله؟ أو بس أنت اللي عندك العقل والباقيين محرومين منه؟ أو أن ربنا أعطاك الحكمة لوحدك دون زملائك في العمل؟ ربنا خلقنا علشان نحب أنفسنا، نحب ربعنا، نحب الآخرين. ارجع لقلبك الحقيقي كما خلقه ربنا، وما تقدر تسوي هذا دون المسيح اللي يشتغل في القلوب وينور كل إنسان، وروح الله يشهد عنه في قلب كل من يبحث عن الحقيقة بصرف النظر عن دينه أو أصله أو لونه. أعزائي المشاهدين، نحتاج أن نعترف بمحدودية معرفتنا ونوسع صدورنا، نتواضع ونعترف بتميز الآخر وتفرده. نحتاج أن نسمع للآخر ونعطي أنفسنا فرصة التعرف على أفكارهم ووجهات نظرهم، أن نتخلى عن كبرياءنا واعتزازنا المبالغ فيه كل ما نعتقد أنه يمس قيمنا من أفكار ومعتقدات. ما نحتاج أن نتحارب ولا حتى بالكلمات علشان نثبت أننا صح، لأن قيمتنا في الله ثابتة سواء كنا على صواب أو على غلط. تعالوا نتشارك مع بعض هذه الصلاة. يا سيد العظيم، يا سيد الكون، خالق الكون وخالق كل البشر، يا رب أنا جايب كل من البشر أمامك، وجايب خصوصا هدول اللي قاعدين الآن يشاهدوا هالحلقة ويسمعوا هالصلاة. يا سيد العظيم، أعطينا أنه نتقبل الآخر ونسمع وجهات نظرهم ونتواضع ونكون عندنا الشجاعة الأخلاقية أني أقول فعلا أنا كنت غلطان، وأقبل فكر الآخر لما يكون صحيح. يا سيد العظيم، مشكلة الكبر هذه هي فعلا هذه المشكلة يا رب، أزيلها من نفوس البشر يا رب ومن نفوسنا كلنا يا سيد العظيم. فحط هذا الأمر أمانة بين يديك، اجعلنا متواضعين أمامك، متواضعين وخاضعين لبعضنا البعض. أصلي بكل تواضع باسم يسوع المسيح الناصر، له كل المجد، آمين. يا الله احكم ببراءتي ودافع عن قضيتي ضد شعب ما يرحم، أنقذني من الغشاش والظالم لأنك أنت حصني. ليش رفضتني؟ ليش أطوف النايح من مضايقة العدو؟ ارسل نورك وحقك فيرشدوني ويجون فيني إلى جبلك المقدس وإلى مساكنك، فأجي إلى مذبح الله، إلى الله فرحي، وأسبحك بالعود يا إلهي. ليش أنتي مكتئبة يا نفسي؟
ليش أنتي قلقانة في داخلي؟ ترجي الله فإني أبي أقعد أحمده لأنه عون لي وإلهي. أعزائي المشاهدين، اليوم حنصلي للجمال الساحر والمناخ الباهر والطبيعة الخلابة، حنصلي لعروس الجنوب، حنصلي للباحة. تقع الباحة في جنوب المملكة العربية السعودية، ويسكن بها بشكل أساسي قبيلتي غامد وزهران، ويتبعها بعض القرى مثل المندق وبالجرشي. كما يعمل أغلب أهل المنطقة بالزراعة. تتميز الباحة بجمال مناخها وجمال أرضها وجمال سهولها وهضابها، كما أنها أحد المصايف المشهورة التي يقصدها الكثير من سكان المملكة العربية السعودية والخليج. نصلي اليوم وبكل محبة للباحة وأهلها. يا إله السماء، يا إله المحبة، يا إله الجمال، أحط أمامك الباحة وأهلها الطيبين الكرم المضيافين. يا سيد العظيم، تعامل معاهم، مع رجالهم ونسائهم وأطفالهم، وبارك واستمر بالبركات على هذه الأرض الطيبة. بالمسيح يسوع نصلي يا رب من أجلهم، وأجعل هذه الأرض مشامخة يا رب فوق شبل رغدان. بالمسيح يسوع، آمين. أعزائي المشاهدين، والآن وقت الترنيمة، خلنا نسمع سوا إيش الشاعر كتب بروح الله. أنا لحبيبي، أنا لحبيبي وحبيبي لي، ما أرضى غيره بديل، أنا لحبيبي وحبيبي لي. إلهي ما له مثيل، أنا أعبد الله، هو لي الحياة الحق والسبيل. تتهمني بمشرك وتقول بعبد ثلاثة، وانت ما انت مدرك الله واحد في حالاته، بروحه وكلمته وفي أبوته اللي قدرته تشفي كل عليل. أصلي له يسمعني، عني ما هو بعيد، يغفر لي ويرحمني وخلاصه أكيد. أبوي الحنون خالق الكون، يؤمر كن فيكون حتى المستحيل، أنا لحبيبي وحبيبي. أنا لحبيبي وحبيبي.
ليلي مرضى غير ولادي أنا حبيبي وحبيبي إلهي ما لك مثيل أنا عبد الله أنا عبد الله ويسوع للحياة يسوع للحياة يسوع للحياة والحق والسبيل والحق
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم. الشك كلمة يكره كثير من الناس سماعها، وشعور يخاف أغلبهم أن يقع فيه، خاصة لو كان هذا الشك متعلقا بالدين، حيث يحسب كل استفسار شك وكل عدم فهم ضعفا في العقيدة، أو لعلهم دخلوا بالتفكير في منطقة محظورة لا يحق للعامة الدخول ولو ذهنيا فيها أو حتى الاستفسار عنها. ولكن هل يستحق الشك منا كل هذا الرعب؟ وهل هو ضعف في العقيدة فعلا أن أشك في شيئا فأريد التأكد منه؟ أو بأكثر دقة، هل أملك الحق أن أتأكد من شيء وإذا سألت عنه هل أملك الحق أن أقتنع به أو لا أقتنع؟ وهل ذهبت أصلا باحثا عن إجابة أناقشها أو أريد إجابة أنا موافق عليها سلفا؟ وإذا كنت أريد إجابة، فماذا لو لم أقتنع؟ لا يعيب الإنسان أبدا أن يشك، فالشك طريق اليقين، فهي مرحلة بين عدم قبول الشيء والقبول به. الشك فالبحث فالمعرفة فالفهم فالقناعة فاليقين فالرضا فالسعادة. ولنا في قصة النبي إبراهيم مع الله كما ذكرها القرآن عبرة حسنة. فقد طلب النبي إبراهيم من الله وهو خليله أن يريه كيف يحيي الموتى مع قوة معرفته بالله ومتانة إيمانه به، فلم يغضب الله منه أو يعاقبه، بل سأله وبكل رحمة: أولم تؤمن؟ فأجاب إبراهيم بكل أدب: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. لم يرفض الله طلبه، بل أعطاه وأراه كيف يحيي الموتى، لأن من حقه أن يتأكد. وفي حديث صحيح أنه نحن أولى بالشك من إبراهيم. إذن نفهم من هذه القصة أن الشك يقود إلى اليقين، واليقين يقود إلى السعادة والرضا، وأن أقرب الناس إلى الله لم يمنعوا أنفسهم أن يعرفوه ويطمئنون له. يختلف الناس من كل الأديان على كل شيء إلا شيء واحد، ألا وهو الموت. يختلفون فيما قبله وفيما بعده، ولكنه يبقى اليقين الوحيد عند جميعهم. ولكن هذا كلام مرعب، فكيف لي أن أكون على يقين بأني على حق فعلا وليس مجرد ظن، وأني سأعبر إلى طريق الأبدية أو الجنة وليس إلى نار جهنم؟ فكيف إذا عرفت بعد الموت أني وأهلي على خطأ؟ ما هو عذري لله وقد أعطاني العقل والخيار والتحذير والاختيار؟ إن هناك خطوات أحبتي، وخطوط ونقاط مهمة، ومعادلات بسيطة وربما معقدة يمكنها أن تقودك إلى الخلاص، وليطمئن قلبك أنت أيضا. أولها، يجب أن تضع معيارا تقيس من خلاله صحة الأديان من عدمها، معيارا مبنيا على ما تراه أنت شخصيا وتعتقده وتتمناه في صفات يجب أن تكون في الإله والنبي والتشريع، رافعا من قلبك كل قداسة ومعتقد ومنطقا رسخته جذورك الدينية. إنك لكي تعرف دينا فاسأل عن إله هذا الدين وبماذا يأمر ولمن. فكل الناس لهم رب عادل حكيم قوي قادر غفور رحيم معهم، ولكن هذا ليس كل شيء. فهل هو محب رحمن رحيم غفار عطوف رؤوف وبالفعل لا بمجرد الكلام والشعارات الرنانة والشعرية، أو قاس شديد العقاب يبطش ويمكر ويهدد ويتوعد؟ وهل هو محب رحمن رحيما رحيم مع من يعبدونه فقط أو مع كل الناس؟
هل يأمر الناس بالمحبة والسلم والتعايش والبناء والتعمير وقبول بعضهم بعضا وعليه حساب من أخطأ منهم، أم جعله أمرهم أن يعذب بعضهم بعضا بأيدي بعض أو بقتال بعضهم بعضا وهدم البيوت وإراقة الدماء والسبي وتدمير الحضارات؟ وما هي أولوياته؟ هل إصلاح المذنب أو الاقتصاص منه؟ فماذا مثلا لو جاءت زانية محصنة معترفة بذنبها تائبة إلى الله، هل يقبل توبتها ويسامحها أو يقبل توبتها مع إقامة الحد عليها والاقتصاص منها وكأنه يقول لها أغفر لك وأنتقم منك ويطبق العدل قبل الرحمة؟ هل يريد الناس أن يؤمنوا به حبا فيه ويقبلون عليه قناعة أو يجبرهم عليه فأما أنا أو الموت؟ وهل ترك حماية دينه عليه أو جيرها للناس يقتصون له من بعضهم؟ ثم ماذا عن مبلغ هذا الدين؟ بماذا جاء؟ وكيف عاش؟ وكيف تعامل؟ وماذا قال وبماذا أمر وما هي مواقفه؟ وكيف تصرف وما معجزاته؟ وبماذا ميزه الله عن بقية الناس؟ وفكر أيضا في مجتمع ذاك الدين، هل للإنسان حقوق فعلية لا بالكلام دون المعنى كحرية الفكر والعقيدة والمعتقد والقول والفعل بما لا يضر حرية الآخرين، أو حبسه بين أسوار التحريم فهذا حرام وهذا حلال حتى أصبح في حاجة في كل شيء لفتوى، وهذا ما جعل سوقا للفتاوى ومصدر ربح للمفتين ممن هب ودب؟ هل عساه أعطى المرأة حقها وساوى بينها وبين الرجل، أو جعل لها حق نصف رجل أو ربعه ونقول كرمها؟ ويقول البعض أنه كرم المرأة بالسماح لزوجها بضربها ويسمونه إعجازا، وتباع وتشترى ويسمونه تكريما وشرفا، وكأن المرأة تحتاج منه إلى التكريم والتشريف فحسب، ورفعها بأن تسجن ولا يسمع صوتها، بل وأنعم عليها بضرر يؤنسون وحدتها. وهل يأمر أن تحب الناس من غير دينك؟ أم محبتك ورحمتك وصداقتك لأبناء دينك فقط دون غيرهم؟ وكيف تكون عبادته وما أعظمها؟ القتل والقتال في سبيله وبالنيابة عنه؟ أو أن أعظم وصاياه أن تحب غيرك؟ وهل لك بعد كل هذه السنين من العبادة ضمان أنك في الجنة؟ أو أنك لا تعلم فقد تكون قد قلت كلمة تهوي بك في النار 70 خريفا؟ وأخيرا، إن دخلت جنته فهل هي جنة روحية مقدسة ترقى فيها النفس والروح، أم جنة جسدية للأكل والشرب والنكاح والأنهار والطبيعة الخلابة ولك فيها ما حرم عنك سلفا؟ وسلام الله الذي يفوق كل عقل يكون معكم ويدوم فيكم إلى الأبد، ولله المجد الدائم، آمين. أعزائي المشاهدين، وحان الآن وقت الاختبارات. تعالوا نقرأ هذا الاختبار اللي جانا اليوم. يقول: أود أن أسجل إعجابي بالسيدة الفاضلة جويس ماير رغم أني مسلم، لأن أجد فيها منطق الإنسان المتصل بربه، كما أن كل المواضيع التي تطرحها وطريقة معالجتها ترقى إلى الطرح الذي يتم على أيدي الأولياء الذين يهبون أنفسهم لمرضاة الله، والذين يدعون إلى الحق ويكشفون الباطل وعيوب النفس الأمارة بالسوء، والتي تبعد الإنسان عن رضا الرب.
ما يقربني منها أنها لا تتعرض لأي معتقد، ولكنها تنشر السلام في كل مكان بكلمة نورانية. مرة أخرى أسجل إعجابي بالسيدة جويس ماير، والتي أعتبرها إضافة من الله للقديسين الذين يسعون إلى الإصلاح ما استطاعوا. فليباركها الله وهديها إلى ما يحب ويرضى. أنا أحط كلامي على كلامك وأقول آمين ثم آمين. السيدة الفاضلة جويس ماير إلها يد بيضاء على ناس كثير، فليباركها الرب بالمسيح يسوع، ويباركك أنت أيضا يا أخي الفاضل. أعزائي المشاهدين، هالحين حنا وصلنا لنهاية هذه الحلقة المباركة من المجلة السعودية. صلي للرب أن تكونوا استفدتم مثلي من هذا البرنامج الرائع. تابعونا في الحلقات القادمة، لأن كل مرة في شيء جديد ورسالة روحية جديدة. إلى اللقاء.